عيد ميلاد معمد بلون الدم وصور الدمار في بغداد. حي الدورة جنوبي المدينة هو الهدف. عبوات ناسفة انفجرت في سوق حي الآثوريين الذي سمي على اسم أول طائفة مسيحية سكنت الدورة قبل عشرات السنين. الانفجار الآخر وقع بسيارة مفخخة واستهدف كنيسة ماري يوحنا بعد قداس عيد الميلاد. هنا في مكان آخر في بغداد احتفل مسيحيون بالعيد مع آمال بالسلام لهم ولبلد شكلوا دوماً جزءاً أساسياً من نسيجه الاجتماعي، لكن استهدافهم في سنوات ما بعد حرب العام 2003 دفع بالآلاف منهم للهجرة إلى خارج العراق. أتمنى أنه شعبنا يبقى ثابتاً وصامداً في أرضه، وليس الحل هو الهجرة. إفراغ البلد إفراغ قاسي، إفراغ البلد هو معناته طمس الهوية وموت الهوية موجودنا. التحسن النسبي للأمن بعد عام 2008 أحيا بعض الآمال وأعاد فتح بعض الكنائس وخصوصاً في الدورة، لتأتي موجات عنف أخرى لتلقي بظلال من الشك حول المستقبل. وهم يستهدفوننا كما يستهدفونكم، لأن هناك في هذا البلد من يعتقد أن كل من يختلف معه في رأينا وعقيدة يجب أن يقتل. الناس يجب أن تفكر بطريقة واحدة وبمنطق واحد، وتجدون المسلمين من السنة ومن الشيعة يقتلون ممن يختلفون مع داعش والقاعدة وهذه الجهات المتطرفة، وأنتم هدف لهم أيضا. ليس جديدا أن يستهدف المسيحيون العراقيون، فقد عانوا كثيرا في صراع طائفي سياسي لا يشكلون كطائفة طرفا أساسيا فيه. أما مناسبة عيد الميلاد ورمزيتها في إطلاق بداية جديدة، فقد تأثرت هذا العام بشدة بأعمال العنف. رافد جبوري، BBC.